بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة دبلوم البرمجيات وقواعد البيانات، في هذه المحاضرة إن شاء الله سوف نتطرق إلى موضوع خوارزميات البحث السيرشنج ألغوريثم. طبعا يأتي هذا الموضوع بعد أن انتهينا سابقا من خوارزميات الترتيب السورتنج ألغوريثم. في هذه المحاضرة سوف نتطرق إلى نوعين من البحث. النوع الأول يسمى سيكوينشال سيرشنج، اللي هو البحث المتسلسل او البحث الخطي، والنوع الاخر يسمى الباينري سيرش. وسننظر ايهما افضل ومتى نستخدم النوع الاول او النوع الثاني، وسنتطرق الى موضوع الاري ليست كوليكشن. طبعا البحث عن المعلومه في مصدر ما يعتبر من ابرز واهم العمليات التي يحتاج لها صناعه البرمجيات، لهذا يعكف الباحثون دائما في مجال الحاسوب وعلوم الحاسوب على دراسة الخوارزمية الأفضل للبحث التي تكون لديها نسبة التعقيد أقل. طبعا وفي هذه المحاضرة سوف نتطرق إلى أكثر خوارزميات البحث شهرة واستخداما في تراكيب البيانات المشهورة زي الأري واللينكد ليست. تصنف هذه الخوارزميات باعتماد على طبيعة عملية البحث إلى صنفين رئيسيين. الصنف الأول يسمى Sequential Search، السيكوينشال سيرش، وفي هذا النوع يجري البحث عبر التنقل بالتتابع لجميع عناصر المصفوفة والتحقق إذا كان العنصر المراد البحث عنه موجود فيها أم لا. ومن الأمثلة على السيكوينشال سيرش ما يسمى لينير سيرش، البحث الخطي. لينير قلنا الترافيرسال تبعه بتكون العناصر كلها في الرام موجودة بسيكوينشال معين متتالي. البحث المقطعي الانترفال سيرش، يعني هنا بيحكي انه هو بيبحث عن مقطع معين. صممت هذه الخوارزميات تصميما خاصا للبحث في بنى المعطيات التي تكون مرتبه. اذا الاختلاف بين هذا الاول النوع الاول التسلسلي والانترفال سيرش المقطعي، انه هنا بتكون المصفوفه او الداتا ستراكشر اللي احنا بنبحث فيه بيكون عناصر مرتبه. وتعد هذه الخوارزميات اكفأ من البحث الخطي، ولذلك لانها تستهدف منتصف بنيه البحث استهدافا مستمرا، وتنصف المسافة المشغولة بواسطة عملية البحث. ومن الأمثلة على هذا النوع هو البحث الثنائي. إذا هذا الانترفال سيرش إنه بيبحث في مناطق معينة، بيقوم بتجزيء اللي هو الداتا ستراكشر اللي موجود عندنا إلى نصفين أو أكثر للبحث في نصف معين وإهمال النصف الآخر، عشان هيك قالوا إنه بيعمل استهداف وتنصيف للمسافة المشغولة. خوارزمية البحث الخطي انه احنا لو كان عندنا مصفوفة تتكون من ان من العناصر الصحيحة، احنا بنبحث في المصفوفة بشكل من البداية الى النهاية عنصر عنصر، ونقارن العنصر المراد بحثه مع العناصر جميعها حتى الوصول الى العنصر الذي نبحث عنه. في حالة انه وجدنا هذا العنصر بكون successful search، يعني بحث ناجح، وفي الحالة الاخرى بكون unsuccessful، بتكون عملية البحث فاشلة وما وجدناش العنصر. طبعا هذه الخوارزمية تعتمد على مقارنة القيمة المطلوبة مع كافة العناصر عنصر عنصر. عند إيجاد العنصر المطلوب بتقوم بالتوقف عن المقارنات. طبعا هذه الكومبلكسيتي تبعتها بتكون بيج او ان، بيج او ان الكومبلكسيتي، لان بنقوم بحث في جميع العناصر بغض النظر عن ايه الطول تبع ايه المصفوفة اللي موجودة عندنا. طبعا إضافة على ذلك، في هذا المثال لدينا مصفوفة، لو احنا بدنا نستخدم خوارزمية السيكوانشال سيرش أو البحث الخطي، الكي عندنا بنبحث عن الرقم 80، بنقوم بالمقارنة من بداية المصفوفة مع العنصر في الفهرس رقم 0، من ثم 1 2 3 إلى أن نوجد الرقم 80 اللي هو في المكان رقم 9، وبكون المرجع من العملية هذه اللي هو عنوان العنصر داخل المصفوفة، وبتكون عملية البحث ناجحة في حالة انك انت وصلت لاخر عنصر في المصفوفة وما وجدناش هذا العنصر الذي نبحث عنه، تكون عملية البحث فاشلة وبرجع انه العنصر هذا not found. طبعا السيكوينشال سيرش احنا لو بدنا نعمل ميثود، الميثود بنسميها سيرش، كبراميتر بدخل لها array، طبعا بشكل هذا بنبعث الاري كبراميتر، وفي عندي انتجر اكس اللي هو الكي اللي احنا بندور عليه.
طبعا بنعرف طول المصفوفه بالشكل هذا array dot length، بنمشي عليهم فور لوب من صفر اللي هو اول عنصر لحديت ايش اخر عنصر موجود عندنا. كل مره بنفحص اسكان ال i العنصر اللي موجود في الموقع i بيساوي العنصر اللي انبعت لك ككي، بنعمل ريتيرن ال i اللي هو مين اللي هو العنوان اللي موجود فيه اللي هو الاكس، غير هيك بنرجع ريتيرن ماينس 1. في عملية الاستدعاء بنفحص اسكان الريزلت رجعت ماينس 1، طبعا الريزلت انتجر بنبعث له الاري، والاري بالشكل هذا بنعرفها، بنبحث عن الرقم 10، اذا كان رجع عندنا ماينس 1 بكون ايه الاليمنت نوت فاوند، غير هيك بتكون الاليمنت فاوند، او لو بنقارن في الريزلت اكبر من ايش من صفر بكون فاوند او ايه نوت فاوند. عشان نبرمج الكلام هذا محتاجين انه احنا نفتح اي اي دي اي، فانا هختار الايكليبس، انت ممكن تستخدم على النت بينز. طبعا احنا هنبدأ السيرشنج، عندنا بروجكت نيو، نعمل كلاس جديد سيرشنج، نسمي الجوريثم ونحط فيه مين بالشكل هذا، بدناش كونستراكتور، نعمل فينيش بالشكل هذا. هاي المين اللي عندي، نبدأ نكتب ايه الخوارزمية اللي عندنا. فاحنا عندنا public static، ليش حطينا static؟ لان بدنا نديها في المين، integer search بتاخد عندي integer array بالشكل هذا، وبتاخد عندي integer x اللي انت بتدور عليه اللي ها begin و end. جوا البيجن واند بنعرف انتجر ان اللي هو طول المصفوفه اري دوت لينث، وبنعمل فور لوب. طبعا هنا ممكن ناخذها لان وممكن ناخذ الاري دوت لينث، احنا ممكن نسميها ان بس للتوضيح. نيجي بنقارن سكان اف الاري الاي بيساوي الاكس، هنعمل ريتيرن اللي هو الـ i، ونسكر هذا الكلام، وغير هيك حيعمل return minus 1 لو احنا ما دخلناش. طبعا لو دخل هنا، لو دخل على الـ if statement حيعمل return ويطلع من مين كل المصفوفة هذه بالشكل هذا، غير هيك حيكمل ويطلع ويكمل ايه يعمل لك return minus 1. عشان نستدعيها بنعرف عندنا integer array بتساوي، نديها القيم اللي عندنا 2 3 4 10 50 بالشكل هذا، بنعرف انتجر اكس بتساوي 10 مثلا، هلقيتها بنعرف انتجر ريزلت، الريزلت اللي بدها ترجع عنا بتساوي ايش باينر او سيرش للمصفوفه اللي هي الري والاكس. اذا كان رجعت الريزلت رجعت لي ماينس 1، ايش بيكون عندي في هذه الحاله؟ حيعمل لي سي اوت ويطبع لي element not found not found، غير هيك حيرجع لي سي اوت ويقول لي هنا found the element at، ونحط هنا زائد اللي هو ايه الريزلت، بقول لك وين هو اوجده بشكل هذا، بنعمل run as java program main، هذه بدها تكون جوا class
هذا الكلاس اللي عندي، هاي البابليك ريسيرش، وهذا المين. قال لي هنا فاوند ات 3 العنصر 0 1 2 3، اذا هو اوجد الرقم 10 عند الثلاثة. في حالة ان بعثنا له عنصر مثلا 100، المية طبعا مش موجود، حيقول لي ايه نت فاوند، ما لقاش العنصر. ممكن هذا تغير في جمل الطباعة زي ما انت بتحب. الشق الثاني لهذه المحاضرة اللي هو عندي الباينري سيرش، ومن اهم الخوارزميات واسرع الخوارزميات يعني في عملية البحث اللي هو الباينري سيرش. تعتمد خوارزمية البحث الثنائي على التعامل مع مجموعة من العناصر مرتبة ترتيبا تصاعديا او تنازليا. اذا في نقطة مهمة جدا في الاختلاف هنا، انه لازم تكون العناصر ايه مرتبة تصاعديا او تنازليا، كانت ارقام او نصوص. ولان العناصر مرتبة فيمكن الاعتماد على هذه الحقيقة في تجاهل مجموعة من العناصر، او اعتمادها من خلال تقسيم العناصر الى نصفين فيتم تجاهل احدهما والاعتماد على الاخر بناء على مقارنة هل العنصر الوسط اكبر من العنصر المراد ام اصغر ام يساوي، ويتم تكرير ذلك حتى الوصول الى النتيجة النهائية والتي تتمثل في ان العنصر موجود في الموقع الفلاني او غير موجود. طبعا هذه فيديو بوضح السيرشنج تو سيرشنج الجوريثمز. نبدا مع بعض. طبعا نفهم الخوارزميه هذه، هي مصفوفه. اول نقطه بيكون عندي حاجه بسموها ال او ستارت او اند او ستارت او ليفت، ال اللي هي لو، وعندي هنا اتش اللي هي مين الهاي. في عندي هاي ولو. اللو اللي هو اول عنصر بيبقى بصفر، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 وهنا هي 13. طبعا في هذه الحالة بدنا أول شيء، عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولانية إنه بكون المد، إيش يعني مد؟ مد يعني منتصف، مد بيساوي الإكس أو الكي. إيش يعني بيساوي الكي؟ يعني العنصر الموجود عندنا. نفسر الكلام هذا، لو أنا عندي مصفوفة بالشكل هذا وبدي أبحث عن العنصر رقم 80، الطريقة هذه بتقول أول شيء شوف هل العنصر 80 موجود في المنتصف ولا لا. كيف بنعرف المنتصف؟ بنجمع اللو والهاي. اللو 0 والهاي 13، 0 زائد 13 على 2 ايش بيديك؟ 13 على 2 بيديك 6. وين 6؟ هنا، تمام؟ هاي رقم 6. اذا صار عند المد هنا، هاي الامر بيقول لك قارن هل ال 6 بتساوي ال 80؟ طبعا عندنا هنا في الحاله هذه لا. في هيك حالة انت بدل ما تروح تدور في الجهة الشمال اللي هي بتكون العناصر اقل من الثمانين، ابحث في الجهة اليمين. طب كيف بدنا نبحث من الجهة اليمين؟ في هذه الحالة في عندي انه اما المد اكبر من الكي، اكبر من الكي، يعني هل اللي في المد اكبر من الكي ولا اللي في المد ثلاثة، الثلاث حالات اللي موجودة عندي، ولا اللي في المد هذا أقل من الكي. نشوف الحالة اللي عندنا، لو كان عندي المد أقل من الكي، فإذا أقل من الكي إذا أنا بدي أدور في الجهة اليمين. إذا حالة إنه المد أقل من الكي، في عندي حالتين، إنه اللي بده يصير هنا إنه أنا بدل ما أدور في الجهة الشمال بدي أجيب اللو هذا وألغي الجهة هذا كله، أعمل له إجنور وأجيب اللو هنا وأرجع مرة تانية اللو والهاي وأقسم للمد. هاي المد، هل المد أكبر من الثمانين؟ أكبر من الثمانين، ده بدي أدور على الجهة الشمال. فبصبح عندي إيش؟ لما بدي أدور على الجهة الشمال بدي أجيب الهاي بيساوي المد ناقص واحد. لما بكون عندي بدور في الجهة اليمين بصير عندي اللو بيساوي المد زائد واحد.
تمام؟ زي ما احنا شايفين، هنا الهاي بيساوي الميد ناقص واحد، وهنا اللو بيساوي الميد زائد واحد. لو كان اللي في موجود عندي في المنتصف اكبر فبجيب اللو الهاي زائد ناقص واحد، لو كان عندي اللي في المنتصف اصغر بجيب ايش؟ اللو الميد، اللو بيساوي الميد زائد واحد. تمام؟ وهيك احنا بنتبع الكود بالشكل هذا على ايه؟ على ما نوجد اللي هو العنصر المراد اللي هو ايجاده. وكل مرة بنعيد وبنكرر أكثر من مرة بالشكل هذا عبين ما نوجد العنصر اللي احنا بنبحث عنه. بالنسبة لهذه الطريقة في طريقتين للتعامل معها. في طريقة طبعا بالوايل لوب اللي هي من غير الريكيرسيف، انه انا ببدأ بوايل الليفت اقل من الرايت او اللو اقل من الهاي، بجيب الميد، بعدين بقارن اذا كان اللي في الميد بيساوي الاكس برجع الميد، غير هيك اذا كان الميد اقل من الاكس بروح بخلي اللو بيساوي الميد زائد واحد، غير هيك بخلي اللي هو الهاي او الرايت بيساوي الميد ناقص واحد، وبسكر هذه وبتمني شغال في اللوب على على بين ما انا الاقي العنصر او ارجع ماينس 1. ان برمجها بطريقه اسهل، طبعا احنا هنكتب الالجوريثم هنا، اعمل لك اياها بطريقه سهله جدا انه انت تقدر ايه غير الموجوده او تبيه ابها. خلينا تبعت الوايل، اول شيء بنعمل احنا باينري سيرش، بنعمل بابليك ستاتيك ترجع انتجر باينري سيرش، بتاخذ عندي عده بارامتر، اول شيء انتجر الاري اللي انا بدي اياها، بعدين شو بتاخذ انتجر نقول اللو لو انت، وانتجر هاي انت نسميها النهايه العظمى، وبتاخذ انتجر الاكس اللي انا بدي اوريه، او بدنا نقول الكي عشان يوضع عندك بشكل معين begin وانت. تمام؟ اول شيء بدنا نعرف انتجر نسميه فيرست، الفيرست ايش بده يساوي؟ اللي جاي عندك اللو انت، وانتجر لاست بيساوي الهاي انت، وعندك انتجر الميد، وبدي اعمل بوليان حاجه اسمها فاوند اللي هو فلاج، وهذا بدي اديله قيمه افتراضيه يكون فولس، يعني هل انا لقيته ولا لا عشان اعرف اقف عنده. فاوند بيساوي فولس. تمام؟ نبدا مع بعض. عندي انتجر ريزلت بيساوي صفر. نبدا نقول وايل طول ما اللي هو الفيرست اقل او يساوي اللاست، هذه اند، نبدا كده يعني طول ما هو الفيرست اقل من اللاست، لانه هذا كل مره هذا بزيد وهذا بنقص، طول ما انت مش فاوند المتغير هذا، نبدا مع بعض بيجن. ايش بده يكون عندي هنا؟ بدي اجيب الميد، الميد ايش قلنا بيساوي؟ الفيرست زائد اللاست على مين؟ على اتنين بنقسمه. هيك احنا بنكون بدينا، وبدنا نبدا نفحص اف اري اذا كان الميد بيساوي الكي، كان ساوى الكي بنعمل جملتين، بنقول فاوند لقيناه صارت بتساوي ترو، لقينا العنصر، بعد هيك ايش بنعمل؟ الريزلت ايش بيساوي؟ الريزلت هنا يساوي الميد اللي انت وقع، عشان نرجع الموقع اللي احنا لقينا فيه. نكرر هذا الكلام كوبي
والحالة الثانية إذا كان الكي أكبر، إذا كان المد أكبر من الكي، تمام؟ إيش بدنا نعمل هنا؟ حاجة واحدة، حنقول اللاست بيساوي المد ناقص واحد. اف طبعا هنا ايش نرجع، بدناش كل مرة يدخل عليها، بنقول else if، وهذه ايش else if المد الاري المد اقل من الكي، ايش بنعمل هنا؟ بدنا نحرك الفيرست، begin و end. الفيرست بيساوي الميد زائد واحد، ندور على الجهة ليه؟ الشمال. خلصنا هذه وهذه من اللوب، وين بنوقف؟ اف الفيرست اكبر من اللاست ريزلت بتساوي ماينس 1، انه ما لقاهوش عشان نفحصها، تمام؟ في الاخر ايش بنقول له هنا؟ ريتيرن مين؟ ريتيرن ريزلت. نرتب الكود مع بعض، نقول له هنا ايه فورمات سورس، فورمات هيك رتبهم بشكل ممتاز. نشوف كيف بدنا نستدعيها بدل ما نستدعي هذه. شوف كيف بدنا نستدعيها، بنقول له انتجر الريزلت بتساوي باينري سيرش، بعتنا له الاري واللو اند اللي هي صفر حتكون عندنا، والهاي اند اللي هي الاري دوت لينث، والكي اللي هي عباره عن الاكس. نعملها ران، انا بنقول اري ناقص واحد، not found. طيب ندور على الثلاثة، found في الواحد، ممتاز جدا. ليش بعدت هذه؟ لانه الهايد هذه المفروض تاخد الطول ناقص واحد عشان تطلعش برا الاندكس تبع الاري اللي موجود عندي. هيك احنا بنكون طبقنا اللي هو الباينري سيرش. السؤال اللي بيطرح نفسه بيقول ايهما افضل، اللينير سيرش ولا الباينري سيرش؟ هو طبعا لا يمكن الحكم مطلقا بان احدهما افضل من الاخر، بل ان كل واحد له حاله خاصه فيه. الحاله الاولى ايش بتقول؟ بتقول عندما تكون كميه البيانات التي نود البحث فيها كبيره ومرتبه بترتيب ما، ما دام مرتبه بيكون عندنا خوارزميه البحث الثنائي افضل. طب ليش؟ لان وذلك لانها في هذه الحاله ستوفر علينا عناء البحث في عدد كبير من العناصر عندما يتم تجاهله بناء على شرط معين، لان لو كانت كبيره انا النص مش هدور فيه وكانت مرتبه. عندما تكون كميه البيانات صغيره وغير مرتبه اوتوماتيك انا بروح بدور على اللينير سيرش، لانه صغيره حتكون كميه المقارنه قليله وعدد العناصر قليل، فاننا لا نستطيع استخدام البحث الثنائي مباشرة، وكذلك عدد العناصر الصغير يعني اننا نحتاج عدد قليل من المقارنات. اخر نقطة، في عندي حاجة بسموها صف الاري ليست، ممكن احنا نستخدمه في الباينري سيرش بدون برمجة كل اللي هو الخوارزميات السابقة. كيف بنستخدم الباينري سيرش؟ طبعا الباينري سيرش تقوم دالة اول شيء السورت بترتيب المصفوفة من خلال مقارنة افتراضية تساوي، أو من خلال مقارنة تعطيها أنت للدالة، تمام؟ وتقوم دالة الباينري سيرش بالبحث ضمن مصفوفة عن عنصر ما باستخدام خوارزمية البحث الثنائي،
وتعيد رقم الموضوع إذا كان موجودا، وإلا تعيد قيمة سالبة، حيث تقوم الدالة ذاتها بترتيب العناصر ترتيبا تصاعديا ثم تطبق البحث الثنائي. يعني هذه مكاتب جاهزة عندنا، ما علينا إلا نستخدمها. كيف طريقة استخدامها؟ طبعا بنقول إحنا عندنا array list، الداتا تايب تبعها نوعها انتجر، بنكتب انتجر بالشكل هذا، وبناخذ منها instance new array list من نوع انتجر. لما بنضيف عناصر في الاري ليست هذه بنحط اد بالشكل هذا. قد ما بدك عناصر بتضيف، بتعمل اري ليست دوت سورت نل، بيعمل لك سورتنج لها لو انت بدك اياها تترتب. طبعا في عندي انتجر اندكس او ريزلت زي ما احنا كنا نشوف، كوليكشن طبعا هذا بتعمل له امبورت دوت باينري سيرش اري ليست الرقم اللي انت بدك اياه. نشوف هذا كيف بنطبقه بشكل سريع. لو اخذناهم كده عملنا كوبي وجينا هان مسحنا الكلام هذا ورحنا طبقنا كده، فهذا اول شيء بدك تيجي هنا وتقول له ايه امبورت اري ليست اوتيليتي، اعملها امبورت، والكوليكشن بدك تعملها امبورت. هيك راح الايرور. طبعا اد انت بتضيف العناصر واحد اللي بدك اياه، بدناش نعمل لها سورت، خليها بدون سورت عشان نشوف كيف بدي ارتبها. انتجر اندكس كوليكشن باينري سيرش، طلع دوت باينري سيرش الاري اللي انت سميها اري، سميها اللي بدك اياه، سميها اري. ها اري، فهي بصير اري بالشكل هذا، اري دوت اد، اري دوت اد. وهنا ايش للاري اللي احنا بدنا اياها، بدنا نبحث عن العنصر 25. كيف بنشوف كيف نبحث عن العنصر؟ بنروح بنقارن اف الاندكس بيساوي ماينس 1، نطبع ايه، نطبع هنا بجن نوت فاوند، else see out بتقول هنا ايه found at index، بتروح بتحط قيمة الاندكس اللي انت موجود عندك هنا بالشكل هذا. لو عملنا له run found at index 1، تمام، انت بتدور على رقم 25. لو دورت على الرقم 55 مش موجود، فبتعمل run found at index ناقص 5، لانه القيمة ايه ناقص 5 مش موجودة، يعني فاهم كيف؟ برا الموضوع. يعني انا لو كان بتساوي اكبر من صفر، وانا بنقول إلس طبعا اقل من صفر، اقل من صفر بالشكل هذا، not found بالشكل هذا. لو انت رحت على 25 طبعا برجع لك بالطريقه اللي انت بدك اياها، found at index 1. هيك احنا بنكون عرفنا الري ليست وكيف نستخدمها. هذا استخدامها، دائما استخدمها، بتوفر عليك الوقت والجهد. هذا مع تمنياتي لكم بالتوفيق. الواجب اللي مع الاخوه انه احنا بدنا نكتب برنامج للبحث عن كلمه ضمن عده كلمات داخل مصفوفه، بستخدم اللي هو الفاوند فلاج ونوت فاوند. في حال وجدت الكلمه هذه يقول لك فاوند، وفي حال ما وجدتهاش يقول لك نوت فاوند. ارجو انكم تطبقوا الكلام هذا وتهتموا بالموضوع هذا، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.